عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بيكم في قناة التريبيرين بالعربي. ونقول الكلمة اللي احنا كنا اتفقنا عليها، مابو هاي. احنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت على موضوع الثقافة الفلبينية، وكانت الحلقة أو الفيديو الأول للثقافة الفلبينية، فاحنا هنكمل إن شاء الله موضوع الثقافة الفلبينية، وخصوصا إن في ناس كمان سألت على جروب الواتساب. سألت يعني كلمتني على الخاص ان اعمل فيديو عن المسلمين واتكلم على المسلمين الفلبين. فالمسلمين في الفلبين ليهم عادات وتقاليد مختلفة تماما عن العادات والتقاليد بتاعتنا احنا اللي موجودة في دول العرب. بس لازم يعني عشان نتكلم في الموضوع دوت لازم نشوف تاريخ الفلبين الاول هو عبارة عن ايه، تمام، ونشوف ايه الاسباب اللي ادت للموضوع دوت. ايه بقى الاسباب اللي ادت للموضوع دوت؟ الاسباب كتير. اول حاجة بعد لما دخلت الاسبان، او قعد الاسبان يحاولوا في دخول الفلبين لمدة 70 سنة بعد هزيمتهم من قدام لابو وتدمير الاسطول الاسباني على ايد لابو. وبرضو كان معلومة يعني لابو مش مذكور حتى وقتنا هذا او محدد حتى وقتنا هذا اذا كان هو مسلم او مسيحي او اي ديانة، بس هو بيعتبر هنا يعني في الفلبين بيعتبر بطل قومي. فبعد 70 سنة من محاولات مضنية من الاسبان في دخول الفلبين، بعد كده ابتدوا ان هم يخشوا، دخلوا في منطقة اللي هي حاليا مانيلا او ليزون. وطبعا قتلوا اللي هو سلطان المسلمين ساعتها، كان اسمه سلطان قدرات. فبعد لما قتلوه ابتدى كانت المنطقة دي اسمها امان الله، وللعلم فضلت مستمرة مدة طويلة باسم امان الله لحد لما الامريكان هم بقى اللي ابتدوا ان هم اخذوا استلموا الاستعمار من الاسبان، او حصل تقايض او مبادلة ما بين الامريكان والاسبان على الفلبين، وبناء عليه اتسلمت الفلبين للامريكان، والامريكان هم اللي غيروا اسم منطقة امان الله الى مانيلا الحاليه دلوقتي. ف وفي كتاب بالكلام دوت ان ممكن تقدر تتابعوه يعني او تقروه، الكتاب باسم شجره العقيق. الكتاب ده يعني سارد بعض القصص وبعض الاساطير اللي موجوده هنا في الفلبين، ويعني في غالبيه منها حقيقيه يعني. نرجع لمرجعنا اللي هو بعد دخول الاسبان في الفلبين ابتدت عمليات اضطهاد وعمليات إبادة وعمليات قتل جماعي والكلام دوت، وابتدى بقى يعني الاستيلاء على بعض الأراضي للمسلمين وإعطائها للناس اللي هم بيخشوا في الديانة المسيحية أو التبشير في الوقت دوت، تمام. طبعا ما بطهتش المسيحية، لكن بطهت يعني أسلوب الاستعمار اللي كان معمول من الأسبان. فابتدوا ان هم اخذوا الاراضي من المسلمين، وابتدوا ان هم يوزعوا ذهب على كل من هو يعني عملوا حاجه كده زي ايه محاكم التفتيش اللي كانت موجوده في اسبانيا. فاي حد مسلم كان بيتقبض عليه كان بيتقطع وبيتبهدل والكلام دوت. فبعد كده اخذوا اراضي واخذوا ممتلكات، وابتدوا ان يتوزع ذهب على كل من هو يرشد على واحد مسيحي على واحد مسلم قصدي. وابتدى بقى التبشير بالإجبار وبالرضا، يعني الناس كانت يتخش بمزاجك يتخش غصب عنك. فبعد كده اتسلمت الفلبين من الأسبان كمقايضة على بعض الأراضي اللي كانت موجودة في أمريكا اللاتينية ما بين الأمريكان والأسبان برضو، تمام. فتمت مقايضة الفلبين وتم استعمارها من الاستعمار الأمريكي، وبعد كده الاستعمار الامريكي هو بقى اللي قام بالدور الباقي. اولا الثقافة اللي كانت متصدرة من اسبانيا كانت الثقافة الدينية فقط لا غير، ومع الحفاظ على كل العادات والتقاليد الاسلامية السابقة اللي هي يعني حرمانية المعاشرة بدون زواج الكلام ده كله يعني. لكن بعد كده انتقلت الثقافة ديت من الامريكان، والثقافة دي جديدة ومستجدة على الفلبين، حكاية ان هو البوي فريند والجيرل فريند والعلاقة الحميمية قبل الزواج، كل الكلام ده مستجد يعتبر على الفلبين، وده من الثقافة الامريكية.
فبناء عليه برضو تمام ابتدى يحصل ضغينة ما بين الأمريكان وما بين الفلبينيين، وتحصل ضغينة ما بين المسلمين بالذات. طبعا حصلت عمليات تهجير كانت موجودة أغلبية المسلمين في منطقة سيبو، اللي كانت النسبة الأكبر كانت موجودة في منطقة سيبو تمام، وكانت موجودة في منطقة مانيلا أو ليزون. فحصل عمليات تهجير كاملة، التهجير ده راحوا لجنوب الفلبين. ليه بقى راحوا لجنوب الفلبين؟ لأن كانت موجودة سلطنة في جنوب الفلبين تتبع لأندونيسيا. السلطنة دي أنا مش متذكر اسم السلطان اللي هو كان ماسك المنطقة ديت، بس هي موجودة في كتاب شجرة العقيق. السلطان ده هو اللي كان حاكم والآمر الناهي على المنطقة ديت، فبناء عليه كان بيحمي شؤون المسلمين اللي موجودين. فبناء عليه حصل تهجير للناس اللي كانت موجودة في مانيلا واللي كانت موجودة في سيبو، وأصبح أكبر نسبة مسلمين موجودة في الفلبين موجودة في منطقة مندناو. ليه كل القصة اللي أنا بحكيها ديت واللي أنا بقولها ودي الأسباب؟ يعني إيه الأسباب؟ إن حصلت تغيير في ثقافة الشعب الفلبيني، تغيير في ثقافة الشعب الفلبيني بالنسبة لأن الفلبينيين كانت ليهم عادات وتقاليد في الأول. العادات والتقاليد دي عادات تقاليد إسلامية، يعني أدت إلى الحالي بقى المسلمين هنا بيتعاملوا ازاي او بيتعاملوا في اي اسلوب. المسلمين هنا يعتبروا ما يفرقوش عن الشعب الفلبيني اي شيء، يعني من حيث العادات او التقاليد ما يفرقوش عن الشعب الفلبيني اي شيء. في حكايه البوي فريند والجيرل فريند، لو بصيت على كل المسلمين الموجودين خارج مانيلا او خارج مندناو سوري تمام، هما عبارة عن شعب فلبيني ما يفرقش اي شيء عن اي حد خالص. فالموضوع ان الفلبينيين اللي موجودين في لوزون او منطقة فيسايس مختلفين تماما عن الناس اللي موجودين او المسلمين الموجودين في منطقة مندناو. دول لهم عادات وتقاليد ودول لهم عادات وتقاليد. اللي موجودين في الشمال كمسلمين يمكن الحرية طغي عليهم أكتر، والمعتقد الديني زي ما أنا قلت حرية الاعتقاد الديني محدش بيتكلم في موضوع حرية الاعتقاد الديني. أنت عايز تبقى مسلم، عايز تبقى مسيحي، عايز تبقى بوذي، عايز تبقى يهودي، عايز تبقى أي ديانة أنت عايزها عادي مفيش أي مشكلة. لكن موجودة بقى الموضوع ده موجود في جنوب اللي هو المعتقدات او الالتزام بالمعتقدات الدينية هي موجودة في جنوب الفلبين وهو مندناو. طبعا الفلبين بتتقسم لثلاث اجزاء، هي منطقة لوزون ومنطقة اللي هي بتشمل مانيلا، ومنطقة فيسايس اللي هي بتشمل سيبو وباكولود، ومنطقة مندناو اللي هي الجنوب اللي هي بتشمل دافاو ومندناو. فالثلاث مناطق دولت يعتبروا مختلفين عن بعض في الثقافة ومختلفين عن بعض في العادات والتقاليد. بالنسبة للبنت المسلمة، البنت المسلمة زي ما أنا قلت اختلافها إذا كانت موجودة في منطقة الشمال أو منطقة الجنوب، أو أصلها أصلا من منطقة الشمال أو منطقة الجنوب. يعني غالبية المسلمين اللي بيكونوا موجودين في فيسايس أو بيكونوا في مندناو بيكونوا مهاجرين أو منتقلين من منطقة مندناو للشمال للحصول على عمل او على الرزق او الكلام دوت، فما بيكونش متوفر عندهم الخدمات او، ودي كانت اهمال برضو من الحكومات السابقة، يعني ما فيش خدمات ليهم. فبناء عليه ان هم بينتقلوا لمناطق زي سيبو او زي مناطق باكولود للسعي للرزق، فبتنتقل بثقافتها هي اللي هي ايه، الحفاظ على الدين كذا كذا كذا، عدم معاشرة في خارج نطاق الزواج الكلام ده. لكن المسلمين اللي بيكونوا مولودين هنا او بيكونوا اصلا موجودين في فيسايس او موجودين في لوزون، دول بيكونوا طبعهم بطبع بقية الشعب الفلبيني اللي هو متطبع من الطبع الشعب الامريكي او الاستعمار الامريكي، الا وهو ان هم عادي جدا حرية الاعتقاد، وعادي جدا ان انا ممكن اقدر اتجوز من اي ديانة، وعادي جدا ان انا اقدر اعاشر جنسيا قبل الزواج. بالنسبة لل طبعا احنا كده شرحنا الشمال وكده شرحنا الجنوب وشرحنا برضو بسايس الوسط، لكن انا حبيت هركز يعني على اللي موجودين في الجنوب اكتر شيء بحيث ان هم شبيهين لينا.
المشكله في الـ في الـ في الـ في البنات او الزوجه او الست الفلبينيه او الفلبينيه المسلمه في الجنوب ان هم عصبيين جدا، يعني يعتبروا بالنسبه لنا كده كفو مصر، يعني صعيد مصر، يعني ما بيعرفوش يعني ايه، ما بتعرفش تتفاهم معاهم قوي، يعني لازم تكون لين جدا ومهاود ويعني بتطاوع في الكلام وبتسمع الكلام، انت اللي تسمع الكلام مش هي اللي تسمع الكلام، انت اللي تسمع الكلام لاسباب كتير، يعني لان هم عصبيين جدا يعني ما بيتفهموش بسهوله، يعني كلمه ورد غطاها زي ما بنقولها في مصر كده، كلمه ورد غطاها بتقوم خناقه، وكلمه ورد غطاها وممكن تتقلب بمعركه حربيه يعني، وممكن توصل لعراك ما بين الاسر يعني. فاتقاء للشر حاول ان انت تتعامل معها بهدوء. كذلك برضو يعني هي الزوجه الفلبينيه عامه لازم تتعامل معاها بهدوء، لان هي مش يعني من الصعب السيطره عليها، وانا يمكن قلت الكلام ده قبل كده، فلازم يعني ايه تتعامل معاها بهدوء ولين، ويعني لازم تكون في حذر في الكلام وحذر في الكلام ده. الكلام اللي انا قلت ده والرغي اللي انا رغيته ده هو ما هو الى مختصر ايه هي الزوجة الفلبينية المسلمة. طبعا بناء عن شخص سأل ايه هي الزوجة الفلبينية المسلمة، الزوجة الفلبينية المسلمة اللي موجودة في جنوب الفلبين ملتزمة فعلا، ملتزمين بالحجاب، ويمكن اكتر حاجة كتر المساجد والكلام ده موجود هناك في منطقة دافاو وزبوانجا ومندناو وكتباتو، المناطق دي كلها يعني فيها مساجد بطريقة بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يزيد يعني. فالمناطق دي بتسيطر عليها الإسلام وبيسيطر عليها الثقافة الإسلامية، وخصوصا أنها متشبعة كمان من الثقافة السعودية، لأن غالبية الناس اللي كانت موجودة هناك أو اللي مقيمة هناك بتسافر بتشتغل أبرود مثلا أو بتشتغل خارج البلد يعني سعيا للرزق، بيكونوا رايحين غالبيتهم للسعودية، يعني بيحسبوها ان هو شغله منها ان انا اعمل عمره واعمل حج، برضو يعني نفس التفكير، خلي بالكم نفس التفكير بالنسبه للمصريين، اعمل عمره واعمل حج وانا قاعد فين في المناطق الدينيه والشعائر الدينيه والكلام الجميل ده. ف يعني مش هتلاقيهم يختلفوا عننا في حاجات كتير الا في حاجات بسيطه جدا يعني، ف التعامل معاهم اسهل بالنسبة للعرب، التعامل معهم أسهل. فده مختصر الحوار اللي أنا عايز يعني أوصله للناس، وكده أنا خلصت الفيديو بتاعي تمام، ونلتقي إن شاء الله في لقاء تاني إن شاء الله، وياريت بطلب منكم كل مرة تعملوا لايك وسبسكرايب وشير لو قدرتوا تعملوا شير، وتعملوا الجرس عشان تعرفوا كل الفيديوهات اللي أنا بسجلها. و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.